صاحب 60 هدف ميسي في إطار المجموعات في دوري الأبطال من الأهداف المية اللي سجلها، ولعب أيضا في نيوكاسل وكان في ادفنتي، كان من ضمن النجوم اللي فازوا مع ادفنتي في مرمى أوتريخت وفي مرمى فورتونا ودانهاج، وسجل كان في مرمى باتي في نانوي سوارز النجم الأوروغواياني اللي سجل في مرمى الأخضر السعودي وسجل في مرمى روسيا لما خرجت الأوروغواي أمام منتخب فرنسا، كانت في هدف لي في الموسم الماضي كان في الدوري في مرمى ريال بيتيس. لكن محاولة كوتينيو، شوف تحرك، شوف ميسي فضوا المساحة، كرة تطلع لخارج الملعب. وصلنا للدقيقة 27 وإيقاع اللعب يحلو أنانية. أيضا اللاعب عثمان ديمبلي رغم سرعته ورغم قدراته، طبعا لاعب مميز جدا في الفترة الأخيرة، اكتشافه في نادي ريال ثم انتقاله لدورتموند ثم انضمامه في الموسم الماضي. هنا المتعة حاضرة، لأن دائما وأبدا يأتي بالجديد، ميسي لا ينتهي أبدا، ميسي دائما وأبدا مبدع في هذه اللقطة. هو أدي جماهير بيير جاند هوبن كان الحديث هل انجلينو ينشئ السابق في الديبور ومانشستر سيتي. بقول لحضراتكم الكره الى بيريرو، بيريرو الى روزاريو، يشيل كره تشيب حلوه قوي، هل هي المرمى الحارس زوت؟ ادي امامنا احد الحلول. البارسا سجل هدف اللقاء الوحيد مرة، الحقيقه قطع له سواريز، لكن اللمسه الاخيره عند عثمان ديمبلي تحتاج الى في امم اوروبا 2012. ادي مارك فان بوم، شوف امامنا واحده من الكرات الخطيره والتركيز على الجبهه اللي فيها سيرجيو روبرتو، لكن فرصه كانت خطيره الحقيقه، فرصه خطره جدا، كان ممكن يسجل من خلال الوادي الخطير. امامنا هنا لوسانو، اللاعب الخطير اللي هنشوفه يعني بيهدد، ومعاه ايضا اللاعب بريخواين امامنا هو اللي بيحمل الموقف، المدافع دينزل دانفرايس امامنا هنا. هذه كره من ميسي يفتتح اول كرات الشوط الثاني، لكن لما بتتواجد المساحه امام مع هذا المكسيكي لاعب باتشوكا المميز حتيني ويضيعها بنفس الطريق. هذه فيليبي كوتينيو 10 اهداف سجلها في الموسم الماضي بعد انضمامه من ليفربول، 8 منها في الدوري وهدفين في الكاس في مرمى فالنسيا في نصف النهائي، و13 ليه لما سجل في مرمى سلفادور في هذه الكره وفي هذه اللقطه امامنا اهو. شوف اللمسه الابداعيه والتحرك، هدفين ليه في كاس العالم في مرمى سويسرا وفي مرمى كوستاريكا. هو الحاجه الحلوه اللي بتكحل بيها العين، يعني هو ميسي ما زال هو امكانياته وقدراته وميسي طبعا ثلاثه وتلعب انخيلينو او انجيلينو يعني كما ينطقوها في هولندا. ادي امامنا هنا اللاعب اللي بقول لحضراتكم بقى من لاعبي مانشستر سيتي، كره قويه جدا جدا، هو الهولندي بيقدم اداء مميز. وبريخواين امامنا هو اللاعب بريخواين المميز اللي مر لوسانو، ولوسانو كبير كلها عملها بشكل مش بقوه، لكن شالها بص الكره جايه عليه امامنا اهو، خدها على عيبها، ولكن كوره سواريز ترتطم في العارضه، كوره حلوه امامنا هنا. سجل العام الماضي في مرمى تشيلسي في اطار مباريات دوري ابطال بالوان البارسا، وسجل ايضا في مرمى سيلتا فيجو وفي مرمى بيرن هدفين هذا الموسم، سجل ثلاث اهداف في ثلاث مباريات متتاليه، ويسجل هنا بقى باقتدار بمهاره عملها له روعه الروعه، روعه الروعه هنا، قيمه وقوه بقى ومهاره لاعبي البارسا، هدف في الدقيقه 77 للنجم امامنا ميسي من صناعه راكيتيتش عشان يرفع رصيده من الاهداف في اطار دوري الابطال الى 102 هدف في 126 مباراه. تيتي انذار ثاني، كرة لا تستدعي هذا العنف يا أمتيتي. هذه الدوري الفرنسي انضم من ليون في 2016 يتلقى البطاقة إيزيمات، إيزيمات اللي دخل كبديل يلعب أول مباراة لهذا أرتور، أرتور ميلو تبديل كان اضطراري، خروج كوتينيو ودخول اللاعب لونجلي، فعلا تسلل واضح هنا، تسلل على لوس. عنده 42 هاتريك منهم 31 هاتريك في الدوري، أربعة منهم الموسم الماضي، صاحب سبع مرات هاتريك في دوري الأبطال. النهاردة الهاتريك الثامن لهذا النجم الكبير ميسي، ميسي هو نجم هذه الليلة، سوبر ميسي.